إمام ابن كثير إمام أهل مكة، حيث نقرأ القرآن برواية البز عن ابن كثير وبرواية قنبل عن ابن كثير، كان عندما يخرج على طلابه يعطيهم قبل قراءة القرآن دروسا في الأدب وفي الأخلاق وفي تزكية النفس، كما قال المولى سبحانه وتعالى: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويقول لهم: إنما أفعل ذلك حتى تدخلوا على القرآن بقلوب خاشعة وبنفوس خاضعة.